التلوث ظاهرة لا تخطئها العين في البصرة، صاحبة الأرقام القياسية ليس فقط بإنتاجها النفطي، بل بأعداد المصابين بالسرطان من جراء انبعاثات المصافي النفطية. ورغم أن البصرة كان يطلق عليها سابقاً فينيسيا العراق، إلا أنها تبدو حالياً كأي مدينة من مدن العالم الثالث. تعج شوارع البصرة اليوم بالقمامة ومياهها تلوثت لدرجة تسمم نحو 120 ألف شخص. اكتظت بهم مستشفيات المحافظة صيف عام 2018. الأسباب الأخرى الحقيقة لزيادة نسب السرطان هي تلوث مياه الأنهار، وإحنا نلاحظ المستشفيات الدرنج والفضلات هذه في الأنهار، مخلفاتها في الأنهار أيضا أدت إلى زيادة نسبة. الإحصاءات تقول بصفوان نسبة 7.2% من سكان المنطقة أصيبوا أما بالسرطان أو بعوامل مساعدة تسوي لهذه. بالزبير أقل نسبة توصل إلى 4.5، وهي تعتبر عالية طبعا بالنسبة. الإيرادة الكبيرة التي تسهم بها البصرة في رفض موازنة العراق المالية لم تنعكس إيجابا على تطوير واقعها الصحي والمعيشي والخدمي. هذا الذي كان تدهوره أساسا لتدهور صحة السكان الذين لا يملكون اليوم ثمن علاجهم، كما يؤكد مرصد آفاد الحقوقي. والله يا عمي أنا مريض والعلاج غالي، العلاج ب75 وب80 وماك غير الله، وإحنا متخلخلين حيل، لا حد يدير باله على المرضى، لا حد له شغله بالمرضى. صار لي 7 أيام يوميا جاي رايح، يوميا جاي رايح للتعليمي، ومتعبين أبية كاملة. الأمراض السرطانية بالبصرة هي عبارة عن نتائج هواية أو أسباب هواية إليه. من هذه الأسباب النفط، من أسباب الأخرى المواد المسرطنة اللي قاعد تجينا من الفواكه ومن الدول القريبة. إضافة إنه الاحتلال الأمريكي ذب نفايات أو خلى نفايات في العراق. ومع وصف مفوضية حقوق الإنسان في العراق الوضع في البصرة بالكارثي، يؤكد متظاهروها أن الأحزاب السياسية هي المسؤول الأول عما وصلت إليه الأمور، ذلك بسبب الفساد المستشري بالعقود النفطية التي تدر الملايين عليهم وعلى الشركات الخارجية، بينما يقبع سكان البصرة أسيري المرض والبطالة والرصاص الحي الذي يستهدف كل من ينادي بإنهاء هذا الوضع الخطير، ليس فقط في البصرة بل في معظم مدن الجنوب العراقي.